وينضم إلينا من رام الله دكتور باسل ناصر، وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطينية. أهلا وسهلا بك يعني دكتور باسل. إذن واقع فلسطيني غزي شديد الصعوبة، وأنت من قطاع غزة وتعلم ما الذي يحدث على الأرض. كيف من الممكن أن تصف لنا الوضع الإنساني بعد 6 أشهر من بداية هذه الحرب؟ صباح الخير لك وللمشاهدين، وصباح الخير لأهلنا في غزة، أهلنا المعذبين والمقهورين الذين يتعرضون إلى حرب إبادة منقطعة النظير منذ 9 أشهر. يعني بعد مرور حوالي 9 أشهر على هذه الحرب التدميرية، الوضع الإنساني في قطاع غزة يعني وضع كارثي جدا، لدرجة قد لا يكون من السهل وصفها. حقيقة يعني هذه الحرب كما تفضلت أدت حتى الآن إلى استشهاد ما يزيد عن 37,000 إنسان، معظمهم من المدنيين ومن النساء ومن الأطفال، وجرح حوالي 85,000، وإلى تدمير حوالي 800,000 وحدة سكنية، إما تدمير كلي أو جزئي، مما أدى إلى فقد ما يزيد عن 1,000,000 إنسان لبيوتهم وأماكن سكنهم، كما أدت إلى تدمير معظم مرافق البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، وإلى تدمير كبير في المؤسسات الصحية والتعليمية، وإلى انتشار الكثير من الأمراض الجسدية والنفسية نتيجة لهذه الظروف الصعبة، وبسبب الازدحام وعدم السكن، وبسبب الظروف الصحية السيئة جدا. هذا الوضع الإنساني الكارثي يجب أن يتوقف اليوم قبل غد، ويجب أن تنتهي هذه الحرب اليوم قبل غد، من أجل تمكيننا من إغاثة أهلنا في قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب في قطاع غزة. نعم، يعني دكتور، نعلم بأن الوضع في قطاع غزة كاملا هو وضع مأساوي، ولكن أيضا ربما لمنطقة رفح خصوصية، كون أن الكثير يعني أكثر من 1,000,000 فلسطيني كانوا يتواجدون في منطقة رفح خلال الأشهر الماضية. كيف هي حياة المدنيين النازحين في رفح بفلسطين؟ يعني في رفح كان يوجد ما يزيد عن 1,000,000 إنسان نازح صحيح، ولكن بعد بدء العملية العسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح حصل نزوح عكسي، حيث غادرها ما يزيد عن 500,000 إنسان إلى مناطق خان يونس والمنطقة الوسطى. والنازحين الموجودين في رفح مثل غيرهم من النازحين في أماكن أخرى، يعيشون ظروف حياتية في غاية الصعوبة، فالخيام الموجودة لا يمكن أن تصنف يعني حتى أماكن أدمية للسكن. يوجد ندرة في الطعام وفي الماء وفي الدواء والمستلزمات الحياتية، بالإضافة إلى تعرض هذه المراكز، مراكز النزوح واللجوء، إلى القصف وإلى القتل بشكل ممنهج ومستمر. فحياة المدنيين النازحين في رفح معقدة وصعبة جدا، وكذلك ينطبق الأمر على باقي مناطق النزوح في مختلف محافظات قطاع غزة. نعم، وربما من الضروري أن نشير إلى أن من وصلوا في نزوحهم إلى رفح كانوا قد مروا بعدد من مراحل النزوح، وبالتالي هناك العديد من العائلات الفلسطينية وصلت إلى منطقة رفح ولم يعني تتاح لها فرصة للبحث عن أماكن أخرى تذهب إليها. يعني دكتور، ما أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة وأن القطاع يعاني من مجاعة حادة في ظل ما يحدث الآن؟ يعني هو صحيح في ناس نزحوا في قطاع غزة داخليا للمرة 6 والـ7، وهذا أيضا يعني يعتبر شيء لا إنساني، وظروف معقدة جدا وصعبة للغاية. المساعدات الإنسانية طبعا هي في غاية الأهمية في هذه الفترة، وإذا استمر هذا المستوى المتدني من حجم المساعدات الإنسانية سوف يصل قطاع غزة إلى وضع مجاعة حقيقي خلال أسابيع قليلة. لذلك يجب ممارسة كل الضغوطات الممكنة من كل المجتمع الدولي والدول العربية ذات العلاقة على الحكومة الإسرائيلية وعلى الاحتلال الإسرائيلي، من أجل فتح المعابر بشكل كامل وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية بشكل غير متوقف،
إلى جميع مناطق قطاع غزة وبأسرع وقت ممكن. نعم، يعني دكتور، ربما منذ بداية هذا العدوان كان الخيار الأول بالنسبة للكثير من أهالي قطاع غزة هو الذهاب نحو مراكز الإيواء، باعتبار أنها ربما الأماكن التي من الممكن أن يتوفر فيها إمكانيات وسبل العيش، توفر المأوى، توفر المياه، الكهرباء أو حتى الغذاء. لكن مع كل ما جرى اختلفت الموازين، كيف ترى الوضع الإنساني في مراكز الإيواء حاليا في قطاع غزة؟ يعني أنا مكثت في مركز الإيواء في مدينة خان يونس، ومركز تدريب مهني تابع للوكالة، حوالي أسبوعين أو ثلاثة في شهر نوفمبر الماضي، وتلك كانت يعني الأسابيع الأولى للحرب. ولكن حتى في ذلك الوقت الأوضاع كانت صعبة جدا، حيث أن المواد الغذائية المتوفرة محدودة مقارنة بحاجة الإنسان إلى الطعام والماء. كذلك الوضع الصحي، يعني كان الناس يصطفون طوابير على دورات المياه وعلى الحمامات، كان هناك ازدحام كبير جدا في الخيام، وحتى الكثير من الناس لم يجدوا خيمة للإقامة فيها، وباتوا ينامون تحت السيارات الموجودة في المنطقة أو في الممرات أو في الشوارع. فما بالكم بالوضع اليوم؟ يعني الوضع اليوم أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا، هناك ازدحام وتكدس كبير جدا في مراكز الإيواء، وليس فقط في مراكز الإيواء، بل الشوارع والحارات أصبحت عبارة عن مراكز لجوء. وكذلك يوجد نقص كبير وحاد في المواد الغذائية ومواد النظافة الشخصية، وهذا أدى إلى انتشار الكثير من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية. طبعا بالإضافة إلى تعرض معظم مناطق ومراكز الإيواء إلى القصف، مما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة المئات بل الآلاف بجروح من وسط أو من بين المدنيين المقيمين في مراكز الإيواء هذه، والتي كان يجب أن تكون يعني موجودة تحت حماية ولا تتعرض لأي أنواع من أنواع القصف والقتل.